انطلقت أعمال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة العلمين الجديدة. وثمن الرئيس الفلسطيني خلال كلمته في افتتاح الاجتماع دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضية الفلسطينية، كما وجهت الفصائل الفلسطينية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على استضافة مصر لاجتماع الأمناء العامين، مشددة على دور مصر المحوري الداعم للقضية الفلسطينية. هذا ويبحث اجتماع الأمناء العامين للفصائل التطورات الفلسطينية وسبل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية.